هذا واحد من الشلالات اللي في انترلاكن. لقطة من زاوية ثانية يا جماعة، لاحظوا الخانق هذا، شوفوا الماي كيف هاي الخانق يفصل هاي الماي عن هالماي. بسوي زوم، هاي طبعا ناتج عن ذوبان الجليد فوق الغمم. هذا تغرير عن هالشلال العظيم الصراحة في مدينة انترلاكن. رذاذ الماي كل مكان. صورة من زاوية ثانية عند وجه الشلال. اليوم تقريرنا عن هذا الشلال من أشهر وأكبر ثلاث شلالات في انترلاكن على بحيرة برينز. هذا اسمه زوم ريتشن باه. الطلوع له عن طريق هذه العربة الحمراء تشوفونها، هذه القطار يعني شبه قطار إلى فوق. هذا اليوم تقريرنا عن هذا الشلال من أشهر ثلاث وأكبر ثلاث شلالات موجودة في انترلاكن ومعلم سياحي. للأسف شوفوا هذا بس وفد، لا بد من توقيع في حائط الذكريات أو دفتر الذكريات. شلال رهيب مرة. شكرا على هالمعلم السياحي.